السنوات الطويلة جدا بعنوان البطالة. عايز اعرف من حضرتك يعني دور الوزارة اولا في حل او المشاركة في حل ازمة البطالة، ورؤيتك بشكل عام كوزير للقوى العاملة ازاي يمكن مواجهة هذه المشكلة مع الشباب بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا موضوع البطالة يعني هو اهميته في ان هو بيؤثر على كل بيت او كل اسرة مصرية النهاردة، والتأثير ده تأثير مباشر. فلو تقريبا حددنا نسبة نلاقي ان معظم او غالبية الاسر المصرية بتتأثر بموضوع عدم تشغيل ابنائها تمام في وظائف معينة. لكن احنا محتاجين ان احنا نبتدي نحط مجموعة من العناصر اللي تفيدنا في الخروج من هذه المشكلة وعلاجها علاج يكون مؤثر بشكل جيد. طبعا الجميع يعلم ان اعداد الفرص اللي بتتوفر هنا من خلال وزارة القوى العاملة يعني لو قلنا انها مش كبيرة قوي، يعني لما استلمت الشغل فجابوا لي بيان ان هو من شهر ابريل 2015 الى مارس 2016 كان الرقم تقريبا 258 الف.